ايه الاخبار؟ عاملين ايه؟ جات لنا حبه تعليقات على الفيسبوك والانستجرام وعلى التيك توك، حابين نشارك التعليقات دي معاكم وحابين نجاوب عليها. طيب، اول سؤال معانا كابتن بيقول لك ايه هي ادوات الوقايه اللي ضروري اللاعب يستخدمها؟ ايه هي ادوات الوقايه؟ ادوات الوقايه بتتكون من 3 حاجات: ايد، هاند، كوع، وركبه. اوكي تمام، بس هي دي ادوات الوقايه. والخوذه مهمه، الخوذه احنا بنسياس الخوذه الهلمي، الخوذه مهمه. طيب، في حد لذيذ جدا بيسال سؤال بيقول لك يا كابتن ممكن اروح الشغل بالسكيت على الاسفلت؟ اه طبعا ممكن، بس انا ما برشحش اي حد بينزل الشارع. انا على فكره ضد نزول الشارع نهائي، يعني بلاش، استحاله. طيب، السؤال اللي بعد كده بيقول لك ايه افضل سكيت سلالوم واجيبه منين؟ ايه افضل سكيت سلالوم؟ طب احنا عندنا 3 شركات بينافسوا بعض في العالم: باور سلايد، سيبا، واف ار، وفلاينج ايجل. 4 شركات حلوين جدا، وفي شركات انا ممكن ما اكونش عارفها، بس انا بكلمك على الشركات اللي انا عارفها وتعاملت معاها. في مثلا باور سلايد، ممكن نجيب اتش سيفو، هاريز، حاجات زي كده يعني، كل ده للسلالوم. فلاينج ايجل انا معايا سكيت اسمه دريفت 2 فول كاربون للسلالوم. كان معايا قبله سكيت سيبا اسمه سيبا تريكس 2 سلالوم للسلالوم. في كذا نوع للسلالوم، بس اللي بتفرق بس الماركه، الشركه، حاجه زي كده. طب ده كلام جميل، ممكن برضه تدينا نبذه عن الاسعار كده ماشيه في حدود كام عشان برضه يبقى المتابع عارف الدنيا؟ 30,000، 34,000، 28,000، 22,000، كل ده جديد على فكره. بس احنا ممكن نلاقي حاجات مستعمله ب 12، ب 8، ب 10، ب 15، وشغال. اي حد بيحب الرياضه هيجيب فلوس من اي حته عشان يجيب السكيت اللي هو عايزه. سمعت يا اللي بتسال على السكيت سلالوم؟ سمعت. طيب تعالى نخش على السؤال اللي بعده. واحد بيقول لك ازاي اقدر احافظ على السكيت بتاعي؟ اقدر احافظ على السكيت بتاعي لو ما عملتش بيه سلايدات في الشارع، لان الناس بتجيب السكيت بتنزل. طبعا اول حاجه بتعملها بتنزل تجري في الشارع زي اي حد. طب انت بتجري ليه؟ طب افهم انت عايز ايه من الرياضه. الرياضه ليها انشقاقات كتير، ليها بطولات كتير. خش نادي اتعلم، خش اكاديميه، الكلام ده كله، وتعلم وخش بطولات. يمكن انت تطلع مثلا بطل جمهوريه، بطل افريقي، بطل عالم يا عم. بس هرجع واقول لك عشان تحافظ على السكيت، في حاجه اسمها كفر للسكيت، بنحطه كده للسكيت بردك. هنبقى نجيب السكيت وهنجيب الكفر وهنوريكم الكفر ده بيتركب ازاي، بيحمي السكيت من الخرابيش، التجاريح، الكلام دوت. طب انا عايز احافظ على الويل اللي هو العجل. ما نعملش بيه سلايدات كتير، لان انا لما بعمل سلايد الويل بتتاكل وبتتنحل. وما جريش بالسكيت في ميه عشان البيرنج، في بيرنج، البيرنج دي من جوه حديد بتصدي والكلام ده كله يعني. والله يعني بص، ده ياخدنا للسؤال اللي بعده. مثلا بيقول لك ايه، هل في انواع مختلفه من الارضيات؟ ده اللي احنا لازم نتكلم عليه. بيقول لك ما تجريش بيه في الشارع، لان طبعا الاسفلت هياكل العجل وهيدمره. بالظبط. فبيقول لك في انواع مختلفه من الارضيات. في انواع مختلفه من الارضيات. احنا الارضيه الحلوه اللي احنا نقدر نلعب عليها الارضيه الهليكوبتر، اللي هي شبه ارضيه البنزيمات او البنزيمه في العموم. الارضيه دي جميله جدا، تمام، سلايد عليها ونلعب عليها ونجري عليها والكلام ده كله. غير بقى الارضيات بتاعه الملاعب، اللي هي الملاعب المجمعه، في ملاعب اللي هي بيبقى فيها باسكت وطايره ومش عارف ايه. الملاعب دي على فكره ممكن نلعب فيها. انا نفسي بمرن في الملاعب زي في الاكاديميه كده، زي في الاكاديميه بالظبط، برضه نفس الكلام كده شغال. طيب، السؤال اللي بعديه، واحد بيقول لك هل ممكن وانا ماشي بالسكيت ابقى فارد ظهري عادي، ولا لازم ابقى تاني ظهري وتاني ركبتي؟ لا طبعا. ليه بقول لك اتوجه لاكاديميه اول ما تبدا تتعلم؟ معلش، انا اول ما اتعلمت انا كنت مفكر السكيت هركبه وهمشي بيه عادي. اكتشفت ان السكيت اصلا ليه وضعيات معينه، يعني انت لازم تبقى كتفك في مستوى ركبتك في مستوى مشط رجلك، يعني لازم جسمك يبقى منحني، ظهرك مفروض ما تبقاش تانيه قوي كده عشان خاطر اصلا ظهرنا بيوجعنا يا جماعه. ما ينفعش وانت راكب السكيت جسمك يبقى واقف، طبيعي هتتقلب لورا على ظهرك. أيوة. هيختل التوازن فهتقع لورا. طبعا. فلازم احنا لازم نخش اكاديميه عشان نتعلم الوضعيات الصح بتاعت السكيت. على فكره الكابتن لما بيقول لك خش اكاديميه، هو مش بيقول لك تعال عندي، لا، انت يمكن تكون اصلا من حته بعيده، احنا ما نعرفش انت كاتب الكومنت منين، اي محافظه، بس هو بيقول لك يعني روح لحد بيفهم يعلمك عشان خاطر تحافظ على نفسك من الاصابات ومن الكلام ده. طيب، في سؤال تاني يا كابتن بيقول ايه هو الباتيناج وايه هو السكيت وايهما اسهل؟
سؤال غريب شويه، بس الباتيناج رياضه والسكيت رياضه تاني، او بمعنى اصح الناس بس معلش هو الناس بيختلط عليها الامر عشان ايه؟ ده بيتلبس في الرجل وبيجري بيه، وده بيتلبس في الرجل وبيجري بيه. بس اللي فاهم يعني ايه سكيت فاهم يعني ايه باتيناج، وفاهم يعني ايه لاين سكيت، وفاهم يعني ايه اجريسيف سكيت، وفاهم يعني ايه البورد. انت فاهم اللي فاهم في الرياضه عامه عارف الدنيا فيها. اه لكن انا اي حد بيجي لي اصلا بسكيب باتيناج اللي هو عجلتين قدام وعجلتين ورا، اه وبيجي يقول لي مراني، انا اصلا ما بمرنش باتيناج، لان الباتيناج ده ليه اسلوب رياضي تاني خالص، او ليه اسلوب معين خالص. هو هنا بيسال بس ايهما اسهل يعني، ان انت تتعلمه اسرع؟ على حسب المدرب اللي واقف معاك. بس انا هرجع واقول لك احنا بتوع اللاين بس، احنا مش بتوع باتيناج. مش بتوع باتيناج. اوكي طيب بيقول لك، طيب في سؤال تاني برضو، السؤال ده حلو، بيقول لك السكيت ولا السكيت بورد اصعب؟ لا انا بص هقول لك مش عارف، بس يعني السكيت بورد اصعب شويه. السكيت بورد اصعب، السكيت بورد اصعب شويه يعني مش قوي بس شويه. اهو شويه بصراحه السكيت بورد اصعب كتير يا جماعه، بيضحك عليكم. انا بتاع اللاين وبقول لك السكيت، الاونلاين سكيت اصعب يعني، خليك في الاونلاين سكيت، ما تلعبش سكيت بورد. مش معنى كده اللي احنا بنعادي الناس، لا احنا لينا اصحابنا في السكيت بورد زي علي ليجند، اكيد كلكم عارفينه ليجند علي بتاع السويس ده، على فكره حد محترم جدا وبحبه، واي حد بيتمرن بورد برشح له علي على فكره، والبورد من الرياضات الصعبه فما تستهنش بيها. طيب اخر سؤال معنا كابتن، بيقول لك لو انا ماشي سريع بالسكيت ازاي فرم الوقف؟ اقل حاجه ممكن اقولها لك اعمل تي ستوب، يعني لو ما تعرفش يعني ايه تي ستوب خش على اليوتيوب او جوجل، هو ما سابش اي حاجه، ابحث عن التي ستوب هيعلمك يعني ايه تي ستوب وازاي توقف في السكيت والكلام ده كله. طيب طيب يا جماعه دي كانت الاسئله اللي احنا اللي وصلتنا من حضراتكم، ويا ريت اللي محتاج يعرف اي استفسار ولا اي حاجه اكتبوها في الكومنتات، احنا كل اسبوع بنجمع الاسئله بتاعت حضراتكم وبننزلها في فيديو زي كده. تفاعلوا معانا والسلام عليكم.